شايفين يا حبايبي ادي ماسك الحنة البيضة. بصوا التخينة بتاعت الماسك الحنة البيضة، ما انتش محتاجة تشتري اي ماسك من بره. شايفة التخينة بتاعت الماسك، بتعمليه وبتزودي النشا لحد ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. ماسك لا يعلى عليه، بيعيش بره الثلاجة. عملته النهاردة على قناة اليوتيوب الصغيرة بتاعتي. اقدر اقولك انت النهاردة عندك هوم ميد ماسك رهيب. طريقة فرده هتكون سهلة جدا جدا جدا. الشريط اللي انت شايفاه بينزل ده، هو ده الخطوة الصح لأي ماسك ابي لندن ووكر بتعمله. هو ده اللي انت محتاجاه. ادي الماسك اهو امامكم، وعملت كمان سكراب البين الذكر امامكم برضو اهو. يحفظ برا التلاجة، تحطيه على الميك اب، تغسلي وشك، تعملي فرق رهيب رهيب رهيب. ابهرني على اللايف بصراحة من قشر البيض المعقم النظيف. حاجتين النهاردة عملتهم لكم مع قناة ابي لندن ووكر الصغيرة. شرفوني وادخلوا وفعلوا الجرس، هتتعلموا الصح. Thank you. بصوا ده الكريم بتاع الشوفان.